الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، قصة أم موسى قصة عظيمة اشتملت على دروس تربوية عظيمة بين الله فيها سبحانه عاقبة العبد إذا كان واثقا بالله مؤمنا به صادقا. فالقصة تتعلق بعناية الله بأوليائه عموما من الأنبياء وغيرهم. وقبل الدخول في قصة أم موسى، نبين أن هناك من أخبر فرعون بأن زوال ملكه سيكون على يد رجل من بني إسرائيل، فشرع فرعون يقتل الأبناء الصغار ويبقي الفتيات الصغيرات. واختلفوا في من أعلم فرعون بهذا الخبر، والصحيح والأقرب أنه علم ذلك من معرفته بأن إبراهيم بشر ولده بأنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملكه على يديه. فكانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون، فاحترز فرعون من ذلك فأمر بقتل ذكور بني إسرائيل. لقد أراد فرعون بحيطته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك، بل أمضى الله سبحانه وتعالى ما أراد وحكم على فرعون بأن يكون هلاكه على يد موسى. وكأن الله سبحانه يقول له: هذا الغلام الذي احترزت من وجوده يا فرعون وقتلت بسببه ألوفا من بني إسرائيل، سيكون منشأه على فراشك وفي دارك، وهلاكك وهلاك جندك على يديه، لتعلم أن رب السماوات والأرض هو القاهر الغالب الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهكذا نستفيد من هذه السورة الكريمة في مطلعها أن ما أراده الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتم أمام أعين فرعون وجنوده مهما احتاطوا ومهما احترسوا. قال الله سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وكان جنود فرعون يفتشون البيوت بحثا عن المواليد من بني إسرائيل، فما كان من الإناث تركوه، وما كان من الذكور قتلوه. وشيء طبيعي أن تخاف أم موسى على ولدها الصغير. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى، ما هو الوحي؟ الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي السريع. وقد اختلفوا في حقيقة الوحي في هذه الآية، فقيل هو الإلهام كوحي الله إلى الحواريين: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وكما قال سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل. والصحيح من قولي أهل العلم أن هذا الوحي بواسطة الملك، وقد رجح هذا القول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فمثل هذه البشارة لا تكون إلا بالوحي، وقوله سبحانه: ولتعلم أن وعد الله حق. فلا يمكن أن يكون وعدا من الله وعدها إياه بإلهام أو رؤية. فعرفنا
أن ملكا نزل عليها ووعدها بذلك، ولا يلزم من ذلك أن تكون هي أي أم موسى أن تكون من الأنبياء، لأن من شرط النبي أن يكون ذكرا، لقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وإرسال الملك لهذه المرأة الصالحة كتكليم الملك للأقرع والأبرص في الحديث المشهور، وغير ذلك مما روي في تكليم الملائكة للناس من غير نبوة، كما كلم الملك مريم والحواريين وغيرهم، كلم الحواريين وغيرهم من غير الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية قد اشتملت على أمرين ونهيين وبشارتين. فأما الأمران فقوله أرضعيه وقوله ألقيه، وأما النهيان فقوله ولا تخافي وقوله ولا تحزني، وأما البشارتان فقوله سبحانه إنا رادوه إليك وقوله وجاعلوه من المرسلين. قوله سبحانه ولا تخافي ولا تحزني، الفرق بينهما أن الحزن يكون على ما مضى، والخوف يكون مما سيأتي، والمعنى لا تحزني على فراقه ولا تخافي عليه الهلاك من الإلقاء في اليم. فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الأمر كله، ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاء الناس ذلك. يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. مدح الأصمعي امرأة لأنها أنشدت شعرا حسنا، فقرأت هذه الآية الكريمة، المرأة ترد على الأصمعي، قرأت هذه الآية الكريمة ثم قالت له: أبعد هذه الآية فصاحة؟ ثم لننظر أيها الناس كيف يسير المولى سبحانه وتعالى الأمور ليحصل ما وعد به العباد، وحتى تنتهي إلى حيث يريد سبحانه وتعالى. لقد ألقت الأم بولدها الرضيع في البحر في تابوت، كما قال سبحانه وتعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وقوله سبحانه فألقيه في اليم أي البحر، والمراد به نهر النيل، وسمي بحرا لاتساعه، وإن كان الغالب أن يطلق لفظ البحر على المياه غير العذبة. فألقته الأم واثقة بالله سبحانه وتعالى ومتوكلة عليه، فالولد في خطر عظيم، لكن لما كان في حفظ الله ورعايته وفي حفظ الله وعنايته كأن لم يكن شيء. فمن الذي حفظه من الغرق؟ ومن الذي حفظه من الرياح؟ ومن الذي حفظه من آيات جنود فرعون؟ والأعجب أن يتربى في بيت عدو الله فرعون. إنه الله الذي إذا أراد شيئا سير له الأمور وهيأ له الأسباب. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تخافي ولا تحزني، أي لأنه في رعايتنا وحمايتنا وعنايتنا. إنه الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال سبحانه: فالتقطه آل فرعون، والالتقاط وجود الشيء والحصول عليه من غير طلب ولا قصد، والشيء الملقوط، إن كان آدميا فهو لقيط، وإن كان غيره فهو لقطة. والمراد بآل فرعون جنوده وأتباعه الذين عثروا على التابوت الذي فيه موسى، حملوه إلى فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا،
واللام في قوله ليكون لام الصيرورة والعاقبة، وعليه جمهور المفسرين، واختار الحافظ ابن كثير أنها لام التعليل. وقوله سبحانه وتعالى عدوا وحزنا، الحزن بالتحريك وبضم وسكون، أيضا نقيض السرور، فكانت عاقبة ذلك أن جعله الله لهم عدوا وحزنا، فكان إهلاكهم على يديه. يقول سبحانه وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا آثمين. والخاطئ فاعل الخطيئة، وهي الإثم والذنب. قال تعالى لا يأكله إلا الخاطئون، وهو ضد العمد، ففاعله مخطئ. قال سبحانه وتعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أي فرعون وقومه لا يعلمون تدبير الله تعالى، ولعل الله حقق لامرأة فرعون رجاءها فكان موسى قرة عين لها. قال سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. صورت لنا الصورة الكريمة ما كانت عليه أم موسى، ما كانت عليه أم موسى من لهفة وقلق بعد أن فارقها ابنها. فقال سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي وبعد أن ألقت أم موسى به في اليم والتقطه آل فرعون وعلمت بذلك كاد قلبها أن ينخلع على ولدها، فقد أصبح قلبها وفؤادها خاليا خاليا من التفكير في أي شيء من هذه الحياة إلا في شيء واحد وهو مصير ابنها. قال سبحانه وتعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فإذا علم العبد أن الله هو المدبر هان عليه كل شيء. يا صاحب الهم إن الهم منفري أبشر بخير فإن الفاري الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. قال سبحانه وتعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي لم تسكت أم موسى بعد أن علمت بالتقاط آل فرعون له. وقالت الأم لأخت موسى قصيه، أي تتبعي أثر موسى، فتتبعت أثره فرأت وسمعت بطفل صغير في بيت الملك دون أن يشعر أحد بأنها أخته، وهم لا يشعرون، أي وآل فرعون لا يشعرون أن هذه أخته تتبع أخباره. يقول سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي ومنعنا عنه المراضع، وذلك أن الطفل الصغير امتنع من الرضاعة من الأثداء فلم يقبل أي ثدي، فالله هو الذي يهيئ الأسباب وهو الذي يدبر الأمور، فهيأ له أن يتربى في بيت فرعون ليكون آمنا، وهيأ له أن يرجع إلى أمه لينجز لها ما وعد فترضعه وهي آمنة بعد أن كانت خائفة. وفوق ذلك كانت أمه تأخذ المال على رضاعتها. قال الله سبحانه وتعالى فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، أي فأخبرتهم أخته قائلة هل أدلكم على أهل بيت يحسنون تربيته وإرضاعه وهم مشفقون عليه يقومون بتربيته وإرضاعه من أجل راحتكم وراحته، وهم لا يمنعونه ما ينفعه ولا يقصرون فيما يعود عليه بالخير والعافية. فأجابوها إلى ذلك. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، هذا معطوف على كلام محذوف والتقدير، فسمعوا منها ما قالته ودلتهم على أمه، فرددناه إليها كي يطمئن قلبها وتقر عينها برجوع ولدها إليها ولا تحزن لفراقه. قال الله تعالى ولتعلم أن وعد الله حق
أي أن وعده سبحانه لا خلف فيه، بل هو كائن لا محالة. قال الله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة حق العلم، ولذلك يستعجلون الأمور دون أن يتفطنوا إلى حكمته سبحانه في تدبير أمر خلقه. ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون حكمة الله في أفعاله وعواقبها المحمودة في الدنيا والآخرة، فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس ولكن عاقبته محمودة في نفس الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، فالدروس المستفادة من هذه القصة كثيرة سنتعرض لبعضها. فالدرس الأول: عاقبة الثقة بالله سبحانه وتعالى، والمتمثل في هذه القصة بموقف أم موسى. وفي القصة أيضا أن التسليم لشرع الله وقدره لا يضر العبد، بل هو يزيد في درجاته ويكثر من حسناته، وتكون عاقبته جميلة وحميدة. والدرس الثاني من دروس هذه القصة: في القصة عناية الله بأوليائه سبحانه وتعالى، والمتمثل بعناية الله بموسى، وأن الله يحفظ العبد حتى وإن لم يحسن العبد أن يحفظ نفسه. والدرس الثالث في هذه القصة: أن الله إذا وعد أنجز وعده، وأن ما أراده الله تعالى لا بد أن يتم، وأن الله هيأ الأسباب المفضية إلى ما يريد سبحانه، فإنه لو شاء الله لأهلك فرعون ومن معه بعقاب سماوي، ولكنه أراد أن يحصل من ذلك عبرة لأهل التفكر والاعتبار، ابتداء من إلقاء موسى في اليم إلى أن رده الله إلى أمه، فتكون في ذلك عبرة. الدرس الرابع: أن كيده سبحانه عظيم بأعدائه الذين يحاربونه ويحاربون دينه، وأن الكفار إذا أفسدوا في الأرض فإنما يؤخرهم لشيء اقتضته حكمة الله، كما قال سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وفي القصة أن انتقام الله يكون أعظم من انتقام العدو. والدرس الخامس: أن فيه تذكير المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين، ووعيد للمشركين كذلك بأن ما توعدهم الله به لا مفر لهم منه. والدرس السادس: أن بعد الشدة فرج عظيم وأجر كبير. هذه بعض فوائد قصص القرآن، فيها من دروس التربية العقائدية، وفيها من تزكية النفوس والأخلاق والآداب الشيء الكثير. نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظ عين ديننا وأن يتوفانا مسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. نقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.